السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أمر الاكسترود في برنامج الفريكات. وبرنامج الفريكات احنا بنستضافه في البيم، وخصوصا ان احنا عايزين نرسم تفصيلة معينة في البيم. ممكن مثلا في الريفت مش عارفين نرسمها او هتاخد وقت، فبنرسمها هنا اسهل، لان في ادوات كتير للتعديل. هو قريب من الانفنتور ودي سوليد ورك. بدل ما كنا بنرسم على الانفنتور سوليد ورك، لان الفريكات مجاني وقدراته حلوة. تمام. طيب ممكن اقول له مثلا انا عايز ارسم في البارت ديزاين، فبيبدا يديني الادوات الخاصه بالبارت ديزاين، فبتلاقي حاجات كتيره بتسهل عليك الشغل. او ممكن تقول له انا عايز ارسم في البارت، فبتلاقي اداك برضو ادوات مختلفه. طيب انا دلوقتي اقول له بارت ديزاين، وهاجي هنا هقول له انا عايز ارسم سكتش، فبيبدا يقول لي عايز ترسم على الاكس والواي ولا الاكس والزد ولا الواي والواي والزد. طيب انا اقول له على الاكس والواي، اقول له اوكي، فبيديني بقى امكانيه ان انا ارسم الحاجه اللي انا عايزها. ممكن مثلا تيجي تقول له انا عايز ارسم مثلا صندوق بالشكل دوت، بيبدا يديك ادوات مثلا ان انت دي تبقى فيها محاذاه مع دي، لما تحرك دي تتحرك معاها، او ممكن ترسم حاجه عمودي. تمام. ممكن مثلا ترسم كده، هتلاقي امكانيه ان انت مثلا تعمل سيلكت على النقطتين دول وتقول له انا عايز النقطتين دول عمودي مع بعض. ممكن تقول له خليهم الاثنين نقطه واحده. ممكن تعلم مثلا على ده وده وتقول له انا عايزهم مثلا لا اما موازين لبعض لا اما عمود على بعض، فهو يبدا يظبطهم لك بالشكل ده. فهو بيديك امكانيات ان انت تعدل الشغل زي ما انت عايز. طيب بعد ما رسمت ممكن تيجي هنا وتقول له فينيش، او زي ما انا عملت هنا قلت له خلاص ده اللي انا محتاجه. طيب ممكن بعد كده تعلم على الشغل بتاعك دوت، تعمل عليه سيلكت، وتيجي هنا تقول له انا عايز اعمل له اكسترود. تمام. وتبدا بقى تدي له الاكسترود اللي انت عايزه، خلينا نشوفها في 3D بالشكل دوت. تقدر تعلي زي ما انت عايز بالشكل دوت. تمام. ممكن بدايمنشن تو راست تو فيرست، ممكن تقول له اب تو فيس وتحدد الفيس اللي انت عايزها تو دايمنشن. تمام. ممكن تدي له الدايمنشن اللي انت عايزه. طيب كده ده احنا رسمنا الباد ديت. ممكن تيجي هنا وتيجي تقول له ايه الباد، فتبدا تعدي عليها. ممكن تقول له سيت كلر وتختار لون مختلف عن اللون دوت. تمام. ممكن تقول له خلي زي الديفولت. ممكن تقول له انا عايز مثلا هنا الابيرنس تبدا تعدل فيه. طيب خلينا ننزل دوت. اوكي. وده برضو السكتش دوت تقدر تلغيه. وخلينا نقول له انا عايز ابدا ارسم حاجه ثانيه، اقول له عايز ارسم سكتش جديد الاكس والواي، وابدا ارسم مثلا اي شكل لكم مثلا اهو. طيب زي ما شايف في قواعد ده موازي دوت والزوايا كلها زي بعض وحاجات زي كده. طيب بعد ما رسمت دوت اقدر اديله بقى اوردر، اقول له الشكل دوت انا عايزه مثلا يلف حوالين حاجه معينه. تمام. اهو ريفولف، هو لف حوالين انا اكس. ممكن تقول مثلا الاكس، لا انا عايزه حوالين الواي. ماشي. عايز يلف حوالين الزد، تبدا تختار الحاجه اللي هو يلف عليها وتديله الزاويه اللي انت عايز يلف عليها. مش هينفع يلف حوالين الاكس ده. ممكن تقول له بقى بدل 360 دي خليها مثلا 180. طيب بعد ما عملنا كده وخلاص احنا وافقنا عليها، تقول له ايه 150 مثلا. تعالى نشوفها بالشكل دوت. 150. تقدر تعمل سيلكت عليها وتعدلها زي ما انت عايز. تقدر تعدلها مثلا على تقول مثلا 220. تمام. هو يبدا يظبطها لك بالشكل دوت. فسهل الموضوع ان انت ترسم تفصيله معينه ونضيفها للريفت عشان نوصل ليه للدي 400.